بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا يا طالبات الصف الثاني، سوف نتعرف بإذن الله على موضوع جديد في مادة العلوم، نتكلم عن أو نتحدث عن أشكال اليابسة. ما أشكال اليابسة؟ أقرأ وأتعلم. السؤال الأساسي: ما أشكال اليابسة؟ المفردات: أشكال اليابسة. أشكال اليابسة قد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة، مثل الجبال، السهول. سوف نتعرف على كل شكل وكل منطقة. أولا الجبل، هذا الجبل عبارة عن منطقة مرتفعة جدا، نلاحظ هنا منطقة أيضا مرتفعة جدا، لاحظ الارتفاع هنا كبير جدا، لها قمم حادة، قد يكون لها قمم حادة على شكل مثلث وجوانب شديدة الانحدار، لاحظ هنا انحدار شديد. إذا الجبل منطقة مرتفعة. طيب ما هو الوادي؟ لاحظي هنا الوادي منطقة منخفضة جدا، منطقة منخفضة جدا تقع بين الجبال والتلال، موقعها بين الجبال والتلال، أيضا ينمو فيها النباتات كما نلاحظ. إذا هنا منطقة منخفضة والجبال منطقة مرتفعة. سؤال: فيما يختلف الجبل عن الوادي؟ الجبل مرتفع، هذه مقارنة بسيطة، الجبل مرتفع والوادي منخفض. ما هي السهول؟ هذه السهول عبارة عن أرض منبسطة زي ما نلاحظ، لا فيها ارتفاعات ولا أشياء أخرى ولا انحدار شديد، إنما أرض منبسطة، نلاحظ هنا الأرض منبسطة يعيش فيها الغزلان، تمتد بعض السهول عدة كيلومترات، يعني كبيرة جدا، تعيش فيها أيضا الحمار الوحشي بسبب وجود النباتات الكثيرة. التلال، لاحظ التلال بالنسبة للجبال أيهما أقل ارتفاع؟ هنا التلال أقل ارتفاع من الجبال، مرتفعة نعم ولكن أقل ارتفاع من الجبل، صغيرة بالنسبة للجبل. ما الذي تخبرنا به الخرائط هنا؟ انظري إلى ألوان الخرائط، ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الأرض؟ هنا القارة، نلاحظ كبر مساحة القارة، هي أجزاء من اليابسة محاطة بماذا؟ محاطة باللون الأزرق اللي هو المحيط. إذن هذا القارة جزء من أجزاء اليابسة محاطة بالمحيط. الجزيرة، لاحظي هنا الجزيرة صغيرة بالنسبة للقارة، لاحظي حجم القارة أكبر صح؟ إذن الجزيرة أصغر، جزء من أجزاء اليابسة أيضا محاطة بماذا؟ بالماء من جميع الاتجاهات. المحيط ماء كبير جدا أو مساحة واسعة من الماء. هنا خريطة شبه الجزيرة العربية، على ماذا تدل هذه الألوان؟ أولاً هذه الجبال باللون البني، جبل أو جبال مجموعها، الصحراء تكون باللون الأصفر، والسهول هنا تكون باللون الأخضر، والماء يكون باللون الأزرق. هنا حددت الخريطة أو تعرفت على خريطة شبه الجزيرة العربية. السؤال الأساسي: ما أشكال اليابسة؟ أشكال اليابسة: جبال، وديان، سهول. طيب فيما تختلف التلال عن الجبال؟ التلال أقل ارتفاع من الجبال،
مرتفع ولكن أقل ارتفاع من الجبل. طيب فيما تختلف القارات عن الجزر؟ القارة محاطة بالمحيطات أو أكبر حجم من الجزر. القارة أكبر من الجزيرة. شكرا صغيراتي، إلى اللقاء.